وخلال زيارته بورسعيد أكد وزير الصحة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للانتهاء سريعا من تطوير قطاع الصحة في مختلف المحافظات، وأضاف أن الانتهاء من تطوير مستشفى بورسعيد سيكون بحلول أغسطس المقبل. احنا بنتكلم ما بين شهر 7 وشهر 8 ان شاء الله، احنا بنجري وبنيجي بانتظام وبنتابع مع انا بتابع طبعا ده انا كل فتره، سياده المحافظ ده بيتابع بشكل يومي او يوم او يوم لا بيلف عليهم، وانا عارف فريق الدكاتره او المكتب الفني عندي بيجي كل اسبوع بيصور وبيجي لي، احنا بنتابع بانتظام ان شاء الله باذن الله نجري، وان شاء الله احنا بندفع الشركات انها تخلص باذن الله تعالى ما بين شهر 7 وبين شهر 8. مش بس هنا المستشفى دي احنا شفناها، احنا مرينا في مستشفى بورسعيد العام، شفنا مستشفى بور فؤاد، شفنا الوحدات الصحيه، شفنا ثلاث وحدات ولسه هنروح نشوف وحده رابعه وهكذا، وشفنا المره اللي فاتت مع دوره رئيس الوزراء الوحدات. احنا بنجري جوه بورسعيد بنجري، وربنا يقدرنا يا رب.